رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين. يا أخي حاجة من الحاجات اللي دايما بتسأل عليها كده يا ميش رمضان. وأنا ماشي النهاردة وبسأل على مكان كده كنت رايحه، فلقيت مكان كبير قوي عامل صوان ضخم قوي بيبيع يا ميش رمضان. فوقفت كده وأفكر، الله، يا ميش رمضان من الحاجات الأساسية المهمة. أي نعم الظروف الاقتصادية مش أحلى حاجة دلوقتي بالنسبة لكل واحد فينا، واليميش سعره غلي قوي، بس هقولي ربنا يقدرك عليه، بتفرح البيت يا أخي، إيه المشكلة؟ وادينا بنحاول. بس الفكرة في كده إن كلمة يميش رمضان دي كلمة بقت مربوطة معانا، إن ما ينفعش يبدأ شهر رمضان من غير ما نجيب اليميش، ومن غير ما يكون فيه شوية حاجات كده موجودة في البيت عشان تستعملها طول شهر رمضان. رجعنا الكتب كتير وبدأنا نبص نشوف هي القصة دي أصلها إيه، الكلمة دي جت منين. اكتشفت إنها كلمة تركي معناها الثمار الجافة زي التين والبلح، واستخدموا المصريين للدلالة على الجوز واللوز والفستق والتمر والزبيب وقمر الدين وغيره بقى، كل اللي قلبك يحبه لما تخش عند الراجل. اي نعم هي غليت شوية شوية قوي، بس معلش اهو ربك كريم هتجيب اللي تقدر عليه. ويا مش رمضان مش لازم يعني تجيب الفستق واللوز، جوز الهند حلو والزبيب انا احب الزبيب والقراسية. لما تقعد تقرأ عن الحاجات دي كلها هتلاقي ليها مميزات كتير قوي، وتقعد تشوف وقمر الدين يا سيدي على قمر الدين، ده في ناس ما تعرفش تفطر غير بكوباية قمر الدين. وبعدين قمر الدين ده أصله برضو فنان متعدد المواهب، عايزه عصير موجود، عايز تاكله زي الرز بلبن موجود، عايز تاكله مع الكاستر موجود، فنان باشا اديله الدور وهو هيشتغل عادي، موجود في أي عايز تدخله في أكلة كنافة بقلاوة موجود داخل عايز تزوق بيه ما فيش مانع. فتحس كده ان في اصناف في يميش رمضان عندها ادوار متعدده، يعني مش هتطلع من الثلاجه على مش هتسيب صينيه غير لما تلاقي راكبه فيها، مش هتسيبها. فقمر الدين من الادوار المهمه جدا. لما تيجي تدور كمان على واحد من الحاجات المهمه، التمر طبعا مش هحطه في يميش رمضان لان التمر ده دايما بنستعمله طول السنه، بس التمر من الحاجات اللي احنا بنستعملها بشكل كبير قوي في حاجات كتير في سفره رمضان. تلاقي التمر موجود معاك في الخشاف، تلاقي التمر بتفطر بيه طبعا 3 تمرات اول ما الاذان يأذن، تلاقي التمر موجود في شوية حاجات محطوط جواها في حشو الجمال والحلاوة كله، عايز تتسحر تدي شوية تمر، وفي ناس تحب تحط على التمر حتة زبدة او حتة سمنة ويروح بقى روح، بس طبعا كوباية زبادي عشان الحموضة. المهم يميش رمضان من الحاجات الجميلة اللي دايما بتبدأ الناس تدور عليها قبل رمضان وتخليها، ومن الهدايا برضو الحلوة اللي بتبعت لما تبقى عايز تهدي حد في رمضان هدية حلوة بتجيب له شوية يميش حلوين. مناطق كتير موجودة بقى فيها أسواق كبيرة زي بولاق والعيلة وساحل رود الفرج، من الحتت الكبيرة قوي اللي بيتجمع فيها تجار الجملة ليميش رمضان، وفي حتت تانية كتير. وزي ما قلتلكوا في الأول إن الكلمة جاية من الأصل التركي، وفضلت شغالة الكلمة دي معانا في العهد الفاطمي لحد ما فضلت موجودة معانا لحد دلوقتي. لما تيجي تدور على كلمات كتير هتلاقي ليها أصول كتير في فترات طويلة، أصل إحنا قدام عندنا تاريخ كبير قوي، ومن زمان إحنا بادئين حاجات كتير من بدري قبل ما ناس كتير تفكر عنها. المهم اليميش من الحاجات المهمة اللي بتميز دايما شهر رمضان، وبترتبط دايما في أي بيت إنه يكون موجود قبل دخلة رمضان، إن ست البيت تيجي تقول لجوزها مش هنجيب يميش رمضان ولا إيه؟ استأذنكم بقى عشان اجيب يميش رمضان عشان الحاجة طالبة مني اليميش. اشوفكم بكرة، رمضان كريم.